ونتجنب بقدر الإمكان كذلك الراجح، لأنه كما قلت هذا المجلس ليس مجلس إفتاء، وأنتم لم تأتوا هنا لتأخذوا رأي فلان من الناس، إنما جئتم لتتعلموا مذهب الإمام أحمد، هذا المذهب، وهذا التعلم لفقه الفقه، لمعرفة الفقه، لفهم الفقه. وأما مسألة القول الراجح الذي تتعبد الله به فيمكنك، يعني إن لم تعمل بهذا القول ولم تقلد هذا القول وتتبع هذا القول، أن تقلد من تشاء من أهل العلم وتتبع من تشاء من أهل العلم. فهذا المتن قال به أئمة وعلماء، تبرأ الذمة بتقليدهم من العام ومن ليس عنده علم. وإن أردت أن تتبع غيرهم ممن ترى أنه أقرب إلى الدليل أو أقرب إلى القول الراجح فكذلك. فكل هؤلاء أئمة، وهؤلاء ما كتبوا هذه المسائل إلا لأنهم يرون أن هذا هو الأقرب إلى مراد الله ومراد رسوله وإلى الكتاب والسنة. إذا أردت تقول لا والله أنا أريد أقلد أو أتبع أحد علمائنا المعاصرين في قوله فلك ذلك، إلى أن تصل إلى درجة أنت ترجح فيها بين الأقوال، فأنت لا ليس لك حاجة بقولي ولا بترجيحي. وإن كنت قد أشير كما قلت، وأرجو أن لا أكثر من ذلك، قد أشير في بعض المسائل المهمة أو المسائل الكبيرة أو المسائل التي القول فيها ضعيف مثلا، ها قد أشير إلى القول الراجح، وقد أشير مثلا من دون التفصيل، وقد أشير إلى مثلا الراجح في المذهب فيما خالف فيه المؤلف، أو إلى ما هو أقرب إلى أصول المذهب مما قاله المؤلف، ولكن هذه مسائل قليلة، هذه مسائل قليلة. سنحرص بقدر الإمكان على الفهم، وهذا هو الذي يعنيك في هذه المرحلة، وهذا الذي أنصح به الطلاب أن يتمسكوا به كثيرا، أن تحرص في هذه المرحلة على الفهم، لأنك لست في مرحلة إفتاء، لن تأخذ هذا الكتاب وتخرج به لتفتي الناس، إنما أنت في مرحلة الآن التعلم والفهم. فافهم الفقه وبعد ذلك ابحث عن الراجح، أولا افهم ثم ابحث عن الراجح، وهذه المرحلة التي تليق بك في هذا المقام. أسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.